وفي منافسه بيننا وبين الجامعات الدوليه. كنت اقول لحضرتك بقى ليه المتابعه بقى اللي يقول لك يعني انا لو معايا فلوس مش هودي ابني جامعه حكوميه، هروح اوديه جامعه خاصه. طبيعه التعليم، الجوده، اني اطلع الولد ده يعني في سوق العمل يكون مطلوب، وده مش متوفر بالنسبه لجامعاتنا الحكوميه دلوقتي. لا متوفر يا فندم، اصبح متوفر الى حد كبير من خلال احنا انشانا برامج متميزه نوعيه، انا بسميها برامج نوعيه في الجامعات المصريه. لعلم حضرتك حتى اللحظه اللي انا قاعد معاكي فيها دي اصبح عندنا 160 برنامج نوعي جديد في الجامعات المصريه، تقوم اساسا على الدراسات البينيه، وتقوم اساسا على تلبيه حاجه السوق من العماله او الايدي العامله. 160 برنامج، يعني يساوي اكثر من 160 كليه في ذات الوقت، يعني حاجات كتير جدا ما كانتش موجوده في الجامعات المصريه. حرصنا في الفتره الماضيه على ان احنا عايزين نطور، وان شاء الله حينما يتم القانون التعليمي العالي ويصدر ان شاء الله بعد انتهائه وبعد عرضه على المجتمع الجامعي باذن الله تعالى، ويبقى في حريه اكاديميه للجامعات ان تنشئ البرامج وتلغي البرامج اللي ملهاش تطبيق او ملهاش حاجه، ان شاء الله هنجد ان هناك يعني ازدهار كامل في الجامعات المصريه، والناس هتفضل يقول يا ريت اخش الجامعات الحكوميه وليس الجامعات. وبعدين انا عشان لا افهم خطا، انا وزير التعليم العالي، جامعات حكوميه وجامعات خاصه، انا يهمني الجامعات الخاصه تبقى كويسه، وهي الجامعات الخاصه ما تبقى، مش كل الناس عندها الامكانيات تروح جامعات خاصه. ما انا هقول لحضرتك على فكره، المنافسه دايما مطلوبه، وعشان كده دايما قراننا العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لعلم حضرتك ان احنا ما بقى عندنا جامعات خاصه وبدات تجيب برامج كويسه، احنا كنا في الجامعات الحكوميه بنقول الله ده احنا البساط بتسحب من تحت رجلينا، فلابد نعمل حاجه، ومن هنا اتى التفكير في البرامج النوعيه. فهذه المنافسه في غايه الاهميه بين العام الخاص وما بين الجامعات العامه بعضها البعض، ده مهم جدا، لان كل ده هيصب في النهايه في صالح العماله التعليميه، في صالح الارتقاء بالجوده، في صالح مصر كلها ان شاء الله. القطاع الخاص او رجال الاعمال باي شكل من الاشكال ممكن يكونوا موجودين في جامعاتنا، جامعات الحكوميه يعني؟ انا واحد من الناس، اما بتسالين حضرتك عن تطوير البرامج الدراسيه وانها ينبغي ان تكون ملبيه لحاجه السوق، انا بتكلم عن الجامعه والمجتمع. انا اتمنى انه رجال الاعمال، وادعو رجال الاعمال انه يكونوا موجودين في بعض المجالس الجامعيه ويكون لهم دور، ممكن او انهم دور في بعض البرامج الدراسيه، بعض المقررات الدراسيه. انا عايز يبقى عندي خريج يطلع يلاقي شغل، صحيح، يبقى في سوق العمل، مش كده؟ طبعا. مين افضل واحد يقول لي ده؟ هيقول لي ده اما يبقى عندي مثلا في مجلس شؤون تعليم وطلاب واحد او اثنين من رجال الاعمال في المنطقه اللي فيها الجامعه، او عندي في مجلس خدمه المجتمع وشؤون البيئه اللي هما مرتبط بناخد البحث العلمي عشان نخدم بيه المجتمع، يبقى عندي خمسه سته. انا بقول لي هنا اثنين وهنا ثلاثه، لان اساتذتنا اللي حطوا هذا القانون من العمالقه دول اما جم على مجلس شؤون تعليم وطلاب قال لك الاعضاء من الخارج قال لك من ثلاثه الى خمسه، جم عند مجلس شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه قال لك 10. شوف ده النظره من بدايه السبعينات، يبقوا 10، ممكن يبقى 10 من الخارج. مين بقى؟ من ذوي الخبره في العمليه التعليميه وخدمه المجتمع وتنميه البيئه. انا عايز دول.